بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوتخي نخن التأسيس في علوم الشرعية يخانو بؤورة أمنتي مسلمة خجأو برنوتا قرتي عقيدة فرني، برنوتا أدبا فرني، برنوتا فقه فرني، برنوتا أقرتي تفسيره يقانو هيكا قرآن تكتكو هكا لما سديرها فرني أرى خبرته ديمنو حديثة قبابة رسول خنجر عليه الصلاة والسلام نورفة خقرتي السيئة مري الرجل رخانة نفجدو إن شاء الله ولله ديمنا درسين تيني تحديثة فولة سديتم سديت الرأي قلتي فولة سديتم سديت الرأي قلتي التأسيس في علوم الشرعية خامسا الحديث حديثة إركما خينا عليه الصلاة والسلام خلوا لله لديم إن شاء الله الدرس الأول درسين دراء الدرس الأول من من الحديث حديث الراء كان فلوت ديم إن شاء الله يا رب جي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر المخطاب الروديسي عمر بن الخطاب الروديسي ربي انقرتي جبا سرافة قيسي جال ربي سبرها قوتو قال نجي سمعتو نين لقي سمعتو نين لقي رسول الله إرقى الله تنقي عليه الصلاة والسلام نقيها في رحمن ربي سنة تاجراته إرقى ما ربي تنقي يقول خجو سبحان الله عمر الخطاب ربي سبحانه وتعالى جعل رائسا خنيت إرقى ما ربي ساجو لقي إساني في وادبوت لقي يا لها من فضل عظيم سيركا قد لالامي صحابة ربي قول إيه إرقى ما ربي عليه الصلاة والسلام إساجو لقي مال خجو إنما الأعمال بالنية بالنية إنما الأعمال بالنية دلقال المنمى يخانو هجين المنمى خنفياتاتون بالنية حملي داني نيتو داني خيون أغير كما ربي عليه الصلاة والسلام دلقال نما صلاة صومنا حج قرآن whatever وانهن دنوشو وان فياتاتون بالنية نيتو دانية ثواب قرتي وانية أرقت وان نيتي ثواب سيرقتوسي نجباتا يتو إنما الأعمال بالنية نية دانية وإنما لكل امرئ شوف ارتجاتي بوتاد وخانو شوف المنماتي بو ثوابني إني ما نوى يجون ثواب ما نوى ثوابني ونين نيته قلني ونين نيته وجته إسافتها دا فمن كانت نمنتاته هجرة يجون قدان سيسا يخانو بكتسا فمن كانت يجون نمنتاته هجرة يجون قدان سيسا إلى الله قم ربي تفي ورسول يجون قمر قم ربي نمنتاته نمني يجون جال ربي برباد ولا جال إرقم ربي برباد ولا خلقوا دارو تيه فهجرته هجران سائل الله قبل ربي برتي ورسول القمر ربي برتي مقبولة قبلهم تلاسي جالتهم تلاسية نمني ربي يجون جال وبرباد ولا فيمت رب ما يجون برباد ولا ربي خلق قبر ولا أقرتي خلقوا داني هجران سائل ربي برتي جالتهم تلاس قبلهم تلايا ومن كانت نمني تاتي هجرته قدان سيسا إلى دنيا تون دنيا برباد فنو قدان دنيا برباد نمني بيجر آخر بيجا قداني فهجرته قدان سينما خنا الى هجرته الى دنيا يصيبهن دنيا ارغم سيبچولا دنيا ارغم سيبچولا من قداني او امراه تكاو دوبتي تكا جلا قدان تكاو دوبتي تكا دني جلا تور كبرا جلا اسي برباد چا فنم ديم يتزوجها اسي سن فولا فنم قداني فهجرته قدان سينما خنا الى ما هاجر اليه غرمون قدانيتيا قرتي غرمون قدانيت واو مقدانيس ارغتملي أجلت ثواب سن ثواب سل ربي سبحانه وتعالى نما خطب سن إن رجتويا معنى الحديث هيكني حديثها ما ذكر الهجرة قدان سنتش ما ذكر بقيتش ما ذكر معناها هي كانسا الانتقال من مكان إلى مكان قرب بكتكرة خرب بكتكا سجوتو ما الجام هجرة قدان سجام طيب هل الهجرة موجودة للآل هجرة يقانو بقتي أمانتن قدان سنجرة رسول خير عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى مدينة مكة الرأي خر مدينة قدان رسول صلى الله عليه وسلم في زمن يروها نسيجو طيب مكة بيا كافر الرأ خر بيا مسلمة قدان نجرتي أيين نجرت الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بيا كافر الرأ خر بيا قرتي إسلام قدان تجرى ملي بيا مسلمة الرأ خر بيا كافر قدان نبر سنين لوفنا شو هذه الله طيب خنافو هجرة شو ما يشو بكتكا رخر بكتكا سو دادي ومعنى الحديث هيكني حديث أسي أريد تبر النسن أن المسلمة نمني مسلمة إذا أراد يبر بادي يرو بربادي أن يقوم دابته خانو هجته يرو بربادي
بعبادة جبرتي ذكا يروني في دابتش ورباد يخانو جب ربي جبرو قبر باد كالصلاة صلاة قبر باد أو الزكاة زكاة باباتو قبر باد أو الصوم تكاو صومنو قبر باد أو غير ذلك وانتو تدبني وخانا مالي خاجرون لي يخبر باداتي من العبادات جبرتي را ما القرو يسبر باداتي فلا بد الرافي سنجرو دركما أي يعملوا جتونسا هذا العمل لله تعالى ربي قفا فجتون اسرد الكما يوني في رب ما كيسنجران صلاة خان يوني في رب ما كيسنجران صوما زكاة عبادات خان يوني في ربي تخان وجنو تاني اگر تي عبادات صن غير مقبولة نران كيبا نمت لأنها دخلت فيه الرياء رياء وخانو اگر سفنا صمعا خيزين خانات وابلي ساتو ولا يعمله هنجة مسلم توكو لأجل الناس المنا ما اگر سفتو راب فلو عمله لله تعالى يوني في ربي جت خدر قتاته فسيعطيه الله ثوابه قالت وان اني وجتيسا ربي سبحانه وتعالى دد بسيتي ساخن الافجرات وان عمله لاجل الناس يؤل من ماتي بخوجة تاته فلن يعطيه الله ثوابه ربي ان قالت كل ساخن كنه بل سيعاقبه على ذلك وان هجتيسا إني قلت أجرسيفنا الأبوان هجتيب ربي سبحانه وتعالى يعاقبه عليه إردت كتاته تعادي خنا في خوت الإيمان حديث قد خنرى وإني برنو ويوني في هجن هجيسا رب ما لاف هجته ويقراسم رب ما لاف كرايسو يوني في خير دلين خيريسا رب ما هجة قوتو تنور جراتا قوتو نور جراتا أسرى برنجو يوني في وان خنا ملي جنوب خوت جنو تاني أجرسيفنا الأب أبو أولو سنو مكرايس أبو أولو سنو مكرتي شيخا يتشرا فقولو تاني دلقانسون أقرتي غير مقبولة أقرتي نور راهي كيبا لمتو أسرى برنجو المناقشة مين شاكلا خنا أقول جلالا له أكمل العبارات الآتية جيتشو لسي قدي خنا أقرتي أكسف كاتب قوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال ها فراغ فمن كانت هجرته فراغ ومن كانت هجرته تقول ناجو اختر الإجابة الصحيحة يعمل الإنسان العبادات اللي منها ما عبادات ما لي فجته لأجل الله تعالى ربي ولتي فجته لأجل الناس اللي ما نماتي فجته لأجل الله والناس معا اللي ما نماتي في قدر ربي فجته خانا قال إن شاء الله دي بسان إسين كبدي يجو إسين كبدي طيب حديثة كنتي دولني إن شاء الله درسي الراندة ناس تمرجو الدرس الثاني حديث خنجر رأيتو بروني خنجر خلا مفا حديثة أماتي عائشة رضي الله عنها وارضاه ربي سيرها جالتو هذا ممنتوتا هذا أقرت إير رجل دولا تحديثة إير رب هدو أديسيت رضي الله عنها وارضاه شمرن كينيا في هاون كينيا لين استلالات نور رأيكم رضي الله عنها وارضاه عائشة نما قرت عمري سيتك رسول فوله إيجس مو حديثة باي رسول خنجر أديسيت عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها ربي سيرها جالتو قالت نيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربك نجيت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد من إني يخانون أمني أحدث أرجم سيسي يخانون فدي في أمرنا أي في ديننا أمنتي تنخيس نمني وانهاري فدي هذا ما ليس فيه وان أمنتي خيس نجر وان قرتي أمنتي تنجتنا جدين وان قرآن تنجدين وان حديثنا صورة خينات أجين نمني فده فهو رد جتو واني سنسر ردي فمتو لا نو مسيح ردي فمتو لا يا نمني بدعا وان دون انجر باسا انجر نمني فده اقرتي حديث خينا خيسة امانتي دي خيسة وان انجر نمني فده واني اني فده ساني اسا ردي فمتو اسا تقافة تمجو قياك ياما فهو رد معنى الحديث هي كان حديث خنا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي رجع في رحمه سر التهجيرات عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يتنو فيما رجما ربي ينو فيما هذه أنا خيستي أن من عبد الله تعالى نم ربي جبره بعبادة عبادته كان لم يفعلها كان رجما ربي نجت عبادة رجما ربي هندلاجين تكان قرته نم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم خير رجما ربي نجت عبادته فإن الله تعالى لن يقبلها منه ربي الراهين كيبلو ربي الراهين كيبلو مثلا الراه من بل سيردها عليه نمس إرتي دي بسايا الله أكبر إخوة الإيمان عبادان توقيفيا عبادة والنجل يوم مركانني دولو من فيسو دلبني إرهي رسول انتاد أكو بقرتي ربي سبحانه وتعالى رسولي خيانة نتمين وبرسيتي أكس وجهتك أمناتو خناف وان هاري خيس في دون انتاد عبادة خيس وان هاري في دون انتاد وان عبادان نمرا كيبلو
الإخلاص والمتابعة. إخلاصك أباتو رب ما كيس جراتو في ربي تجتو رابي أكسمة اللي متابعة لن أنا من رأيك أيوة متابعة جون أكير جماعة ربي عليه الصلاة والسلام إتي هو جدت إتي آج جدت يجرى ديبني من رأيك أيوة من ديسي بعدان خناف أمانتين يا خيس أمانتين تجقوتون والله الحمد لله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جل جلاله ربنا كنونجا أرانتنا أن دينك سنسيني قوتي تنجرا واني تكلي واني أمانتي رائرت تكلي هنجرتو أمانتي إسلاما قوتل ما فرطنا في الكتاب من شيء وان وتك واني دبتين هنجرتو لاتنا كتابك سنجرتو خناف ونونجرو قوتل أمانتي خنا خيس وان هاري نمت نوفيد بيخافي ولا لا خناف بيخجوفي ولا لا لي وان اتنودولو تكلي هنك وامانتين تنجا قوتل عاجل ندوب خناف نمني أمانتي خيس وان هاري فدي فهو ردو ننسان سرد فهمتول. المناقشة أكمل على العبارات الآتية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث ما ليس منه تقول ناجو اختر الإجابة الصحيحة. إذا عبد المسلم قبريش تقوان في ربي ساكبر بعبادة قبلتك لم يفعلها خنجة النبي ربي فعبادته مردودة مقبولة عبادتنا ما خنا كيف لم تلموا إردي فهمتوا لا خنا إن شاء الله إسن تقول خنا في أخوة الإيمان خلي بالكم عبادات يقوان في قبره واني ربي خنجة قبره يعني أصوني في وان أددات جرور إسني صلى النوب صدر ربي جرور خاني صلى النوب قرآن كرانوف صومنوف ربي خيني فولا ربي خيني أجزي الأبنة أكتي من كونوف خناتو برافمو عبادان تيني أك ربي سبحانه وتعالى يتنو أجي تنو توقف دي جزاكم الله خيرا أرد أرد سنتم مرة حقا قرتي برو تبراتي ولا قرو أصبرت الأبنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.